السلام عليكم جماعه. قبل نبداو في الموضوع تاعنا، ماذا بكم بارطاج الماكسيموم باش نطيحوا السينيال برك تاع الذباب. السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين المدرب الحاج فلاديمير يتفوق على بالماضي بهذه النقطه. جماعه ماذا بكم بارطاجوا خاطر على السينيار راه بزاف، السينيار راه بزاف على القناه تاع شوبير دي زاد. يعني الحمد لله يا ربي هضرتنا قاعد تخرجوا راي منا، الناس ماشي باغينا نزيدونا هضروا. ماذا بهم يا ودي ما تسمعش كاع شوبير، الناس اللي مرضى نفسيا الله غالب ما عندك ما دير لهم، نتوما عاونونا بالبارطاج. وين يتفوق المدرب المنتخب الوطني في بدايته مع المنتخب الجزائري الاول على سلفه بالماضي بالنتائج والأرقام، بالنتائج والأداء والأرقام. يعني كاين اللي يقول لك يا ودي المدرب السابق جاب لنا كوب دافريك في 3 شهور وصنع لنا دوزيكيب، صح معليش، وخمس سنوات ما درنا والو. يعني المدرب غير هو واللاعبين غير هما، حتى وين قال لك عندنا 3 تشكيلات نخليها على جهة، وين لحقت 2 دار 3. هنا ما كانش كاينه، هنا كانت تما اكبر اكذوبه، هذيك اكبر اكذوبه هذه هي. وضروا كاين لك هاك صاب المنتخب واجد، المدرب هذا قال لك صاب المنتخب واجد، وينه المنتخب اللي خسر مع موريتانيا كنا نحوسوا باش نقاليزو خاصنا نقطه، بالك خسر بالمؤامره، بالك خسر بالمؤامره، مؤامرة مع موريتانيا كنا نربحوها. شوف كي يكون عندك منتخب، اي منتخب افريقي تردو ضعيف قدامك. حنا ولينا الضعفاء، ولاو يعني يتجرؤون على الجزائر ويفوزون على الجزائر، يتجرؤون. طنزانيا جدات ماتشين لهنا، ولا مصر تجرأت يعني بعشر لاعبين وكانوا فايزين علينا بهدف لصفر، ولا انا نتفرج في مصر ولا يكذبها صالح من لا ديفونس يديها يفوت ديرك تروح ديرك، مكاش المليو تيرا خاوي، ومدرب قاعد مدابز مع كوبير ومدابز مع من هذاك مع لونترينر تاعهم هذاك، ولا مدابز مع محرز يخمم كيفاش يدابز مع بن رحمه في طوميز تيعيط له. شو كيفاش يعني؟ واذا عقدنا مقارنه بسيطه بين الناخبين في اول 7 مباريات لهما مع الخوض تبين الكفة بشكل واضح لصالح المدير لصالح المدرب فلاديمير. واستلم الجامعة بالماضي مقاليد الخوض في صيف 2018، وكان أول ظهور له على العارضة الفنية للمنتخب في سبتمبر 2018 بمناسبة انتقال إلى أنغولا لمواجهة المنتخب غومبيا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتعادل هناك هدف لهدف، ولاحق يعني ولاحق فاز المنتخب بثنائية أمام البنين، ثم سقط في المباراة الإياب بهدف واحد وأول هزيمة لبالماضي. يعني باش يكون على بالكم، فماك حقنا نفيقو، حنا ما فقناش، ما فقناش شوية، على ما فقناش. حنا ولينا كي مركونا ما نعاودوش نولو في النتيجه، كي مركونا ما نعاودوش نولو في النتيجه، هذه حقيقه نقولوها لكم. وقبل ان يخطف الفوز كبير في الوامي امام منتخب الطوغو ب4 لهدف، وكانت اول مباراه سلسله الهزيمه التي امتدت 35 مباراه متتاليه، وهذا النتائج الدكتاتوريه، وتخلل التتويج القاري في مصر حيث تعادل المنتخب بعدها امام غومبيا بهدف لهدف بالجزائر، بدات تولي، وفوزا يعني وديا على تونس بهدف لصفر يعني من ضربه جزاء مركها سليماني، ليتعادل مجددا امام بوراندي بهدف لهدف. وفي معاصلة حقق الخوض مع بالماضي في أول 7 مباريات 3 انتصارات 3 تعادلات وهزيمة واحدة، سجل الهجوم 11 هدف وتلقى الدفاع 5 أهداف. وبالمقابل واستهل المدرب، أنا ما بغيت نجيب لكم كاع مع من لعبنا، خاطر مع بوراندي مع غومبيا مع
ماتش اميكال مع تونس. وفي محاصرة من حقق يعني، وبالمقابل استهل المدرب مغامرته مع الخضر بفوز على بوليفيا ب3-2 في دورة الفيفا، ثم تعادل مع جنوب افريقيا 3-3 برسم الدور ذاته قبل ان يسقط بملعب مونديلا امام اصعب اختبار خاضه لحد الان عند مواجهة المنتخب غيني بهدف ليدرك الموقف سريعا ويسجل 4 انتصارات متتالية في أوغندا بهدف ثم بوهران أمام غينيا بهدف 2-0 وفي الوامي أمام ليبيريا ب3-0 وأخيرا بعنابة يعني ب5-0. وفي المحاصرة حقق المدرب مع الخوض في أول 7 مباريات 5 انتصارات وتعادل 1 وهزيمة 1، وسجل 19 هدف وتلقى 8 أهداف. من مارس والوحى مسجلين 19 هدف، هذه يقولوها المعطاوي، يقولوها الناس اللي كانوا يديروا كيماك، في مباراتين سجلوا عليه 5، في مباراتين سجلوا 5، يا راوي راهي، هاي قدامكم، حسبوا، خاطش مدرب هذا يسمع الآخر مدرب 5 سنوات كانوا يكومباروه مع ليكانس، كانوا يكومباروه مع، قال لك المدرب اللي هذا خمس سنوات المدرب اللي فات، هذه هي. المهم بيقول لك رانا في الطريق الصحيح، انا في الطريق الصحيح، ما تقلقوا ما والو، هذه هي. وأشاد المدرب المنتخب الجزائري في ندوة صحفية عقدها بعد المباراة أنه رغم تألق يعني تلقي الهدف في الوقت المبكر إلا أن الفريق حافظ على تركيزه. وصرح يعني مدرب محاربي الصحراء، المنافسة سجل علينا هدف أول من خطأ دفاعي، ولكننا عدنا في النتيجة وسجلنا هدف الثاني، يعني هدف الأول والثاني، وتبع الجميع في المنتخب أصبح لديه عقلية انتصارات، الكل ساهم في التغلب على الطوب. وأضاف بدأنا المباراة بقوة ولكننا ارتكبنا أخطاء عديدة في الدفاع واستقبلنا هدف الأول ولكن كنا إيجابيين وعدنا في النتيجة. وعدش قال لي وعدشتو كومنتي لي برحمة الوالدين، يعني تشوف ناس كيما هكا يحضروا لك هذا الحضرة. قال لي مدرب هذا، قال لي راه بريمير ميتو يدير ايكيب دوزيام ايكيب، وقال لي دوزيام ميتو راه يدير ليكيب تيب، قال لي فتو يبين باللي فور. الناس كيتخمم، اي كيراكم تخمموا، كيراكم اي مدرب يعني كيف انت كيتخمم، كيراك تخمم. المدرب هذا اللي خرج لك محرز ودخل لك فارسي، واه ولا لا؟ تاك حاسب كيما المدرب اللي فات كي تولي 75 دقيقة يخرج ناف يدخل ناف، كانت باينة. يخرج سليماني يدخل بونجاح، ولا يخرج بونجاح يدخل سليماني، يخرج محل يخرج سات يدخل سات، لا سات ما كانش يخرب فيه، يخرج اونز يدخل اونز، يخرج زلوقي يدخل واحد اخر في بلاصتو، هذا ما كان بوست. بصح كي تشوف تغييرات دروك تاع المدرب، تغييرات على بالك، تغييرات ما بقلب الموازين. كنت داير لايف انايا من شويه المستوى تراجع، اش قلت؟ قلت لازم دروك دخل يعني نفس جديد، ودخلوا ماركا وديبيت اللي دخل قويري بنو وراق كيسموه عموره، والباس ما نهضروش عليه، هذيك الباس شوفوا مع مؤمن ايت قاسي، مؤمن ايت قاسي يشوف لنا الباس تاع ابراهيم مازا اللي قال لكم يا ودي ابراهيم مازا مستوى ثاني، وذاك مسيلمة الكذاب قال لهم نطلب من المازا، قال لهم العائلة تاع مازا ما يرسلوش ولدهم رايح يتحطم، يا باه باه جماعة يا ولدي قاعد تهدر هدرة تاع شوينغوم، ياه شكون ما يسواش يجي مثل البلاد، وشكون خلعتنا نطلب ما يجيش، شكون راك مأمن باللي الناس يسمعوا بيك؟ الناس راك مي تهدر عليهم يروحوا يرقوا على بالك بيها بلي انت مسيلمة الكذاب، راك كي تهدر على واحد راه يروح يرقي، انا نقولها لك.
يعني ويعطيهم يعطيهم الصحة. يعني وين نقولوا لا يعطيهم الصحة الجماهير. الله يعطيهم الصحة خويا تعنابة، شكرا.